أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الأعزاء. لسه منتابع مع حضراتكم أصداء الخبر الحزين اللي تابعناه طبعا في الساعات الماضية، وأحزن كل الوسط الرياضي هو وفاة الخلوق جدا الكابتن إيهاب جلال. بينضم إلينا عبر الهاتف الكابتن أيمن الجمل نجم نادي الإسماعيلي السابق. يا كابتن أيمن، برحب بحضرتك وبعزي حضرتك خالص العزاء على رحيل الكابتن إيهاب جلال اللي أكيد أثر في الكل، وما بالك بقى بنجوم الإسماعيلي اللي أكيد بتجمعهم صداقة قوية جدا على المستوى الشخصي كمان بالنجم الراحل الكابتن إيهاب جلال. بعزي حضرتك وبفتح لحضرتك المجال تتكلم عن ذكريات خاصة وعن أحداث أكيد جمعت حضرتك مع الكابتن إيهاب رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضرتك وكل المشاهدين. البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما فيش شك، يعني المصاب جلال وربنا صبرنا وصبر أهله. آمين يا رب. يعني كابتن إيهاب قبل ما يكون يعني هو صديق ملاعب في البدايه، لعبنا مع بعض فتره كبيره في نادي الاسماعيلي. كان صديق غرفه، كنا بنقعد مع بعض حتى في المعسكرات في اوقات كتير. زميلنا على المستوى واحنا بنلعب، وزميلنا كمان على المستوى التدريب. انا يعني اول حد اشتغلت معاه هو، واول خطوه خدها في مجال التدريب كنت انا اول حد اشتغلت معاه. يعني على يعني تقريبا انا بقالي معاه اكثر من حوالي يعني عدينا 30 سنه 40 سنه عارفين بعض. يعني إيهاب جلال يعني زي ما الناس شافته كده على المستوى المهني مميز متفوق، حد شاطر جدا جدا سواء كان لاعب او مدرب. يعني هو كان متميز جدا جدا، وهو بلعيب ولعب منتخب مصر الاولمبي، وهو كان في نادي الشمس. يعني ولما لعب في النادي الاسماعيلي تالق مع النادي الاسماعيلي وخد بطولات مع النادي الاسماعيلي وشارك في اكثر من نادي وتالق على المستوى الفني كلاعب، وكمان لما اشتغل كمدرب ما فيش شك ان كان ليه بصمات واضحه جدا 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 على كل الانديه اللي اشتغل فيها وعلى كل اللعيبه اللي اشتغلت معاه. لكن النقطه اللي ممكن الناس ما تبقاش شايفاها قوي ان إيهاب جلال يعني انسان بمعنى الكلمه، قريب جدا 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 من ربنا وما بيظهرش كده. حد بيبقى بيراعي ربنا جدا، بيخاف ربنا جدا، اخلاقه عاليه جدا جدا. انا عايز اقول لحضرتك على موقف، يعني من ضمن المواقف كتير قوي يمكن من ناس كتير ما تعرفش الكلام دوت. إيهاب جلال كان وانا كنت يعني الكلام ده كان هو بيحاول يخبيه جدا جدا، لكن بطبيعه ان انا كنت محتك بيه قوي في بداياته في التدريب. يعني كان مثلا ممكن احنا بنصلي مثلا في مكان يشوف حد في المسجد مثلا يعني غلبان شويه، مسكين شويه، مش احسن حاجه، لوحده، هو لوحده يروح يجيب لبس ويجيب قدام لوحده، يروح يوديها للراجل ده يسال عن بيته فين ومكانه فين ويروح يعمل كده. يعني طبعا مش يعني ولا ازكيه على الله، يعني كنا يعني من المواقف الاخيره اللي كانت يعني في احتكاك مباشر بينه وبينه، ان كان هو ماسك فاركو وكنت انا ماسك الاسماعيلي، وكنا معسكرين في نفس الفندق قدرا، وانا ما اعرفش ان هو معسكر معايا في نفس الفندق. فنزلت اصلي الفجر في المسجد بتاع الفندق، لقيته اول واحد في المسجد، اول وقبل ما الفجر يأذن لقيته هو قاعد جوه المسجد وصلى معانا الفجر. يعني عايز اقول لك ان هو يعني حد كان قريب قوي من ربنا، قوي بيراعي ربنا جدا، بيخاف على اكل عيش، ما بيدخلش على بيته حاجه حرام. بيساعد الناس كلها، بينصح الناس كلها، ما فيش لفظ خارج بيخرج من بقه. يعني كان يعني الله يرحمه. هو ربنا كاتب له يعني كاتب له عمره لغايه هنا. وهو خلاص يعني افضل لله عز وجل، وان شاء الله يكون في مكان افضل بكثير. وخلي بالك يعني انا والله يعني بس عايز اقول الكلام ده اللي بقوله لنفسي الاول ولكل الناس. هو ده حال الدنيا، لو 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 لو, لو احنا مش هنسيبها هي تسيبنا. يعني 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 مش إيهاب جلال راح ودي اخر حد هيروح، لا احنا كلنا هنروح، سنه الحياه بالظبط كده. فاحنا عايزين احنا محتاجين كلنا لازم نفكر شويه ونعيد حساباتنا تاني. احنا محتاجين نروح لربنا بالاخلاق الاول، يعني بالتعامل بيننا الاول، بالاخلاق الحلوه بيننا الاول. محتاجين نروح لربنا كده. ممكن إيهاب جلال ما كانش مثلا في اكتر حد مثلا بيصلي في المسجد، ممكن ما يكونش اكتر حد بيقرا قران، لكن هو كان اكتر حد بيحافظ على الاخلاق.
او من اكتر الناس بتحافظ على اخلاقها، من اكتر الناس بتتعامل معاكي باحترام وبادب ودايما دايما دايما بيقدر الكبير وبيقدر الصغير. والله انا ولا ازكي على الله، لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما اتسال على ما يعني مين اقرب حد منه منزله، قال احسنكم اخلاقا وهب لك من احسن الناس اخلاق، ويا رب ان هو يكون من اقرب ناس منزله النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب يا رب يا رب. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ايمن، وبعزي حضرتك مره ثانيه. كابتن ايمن الجمل نجم نادي الاسماعيلي السابق كان معانا عبر الهاتف.